تحية العربية للصناعات الهندسية، وماذا نرى لهذا السهم؟ خلينا نحل السهم ده واحدة واحدة مع بعض. طيب، أنا السهم ده من البداية عمل لي دورة سعرية، وكانت الدورة السعرية مكتملة، عمل لي واحد، عمل لي اتنين، ده كله كان تلاتة، وتراجعنا بأربعة، وعملنا الموجة الخامسة اللي كانت منقطعة، وبعد كده عملت كل هذا التصحيح اللي حصل. طيب، احنا قلنا إن الموجة الأولى عندنا بتصحح لحد مستويات ما بين 61 لحد مستويات 78 فيبو، وبنحط منطقة طلب في هذه المنطقة كلها وبنبحث، وبالفعل الأسعار نزلت لحد المنطقة دي، منطقة 78 فيبو، وارتدينا منها بقوة. ولكن أنا كان عندي مشكلة أكبر مع الصعود ده، لأن أنا شايف الصعود ده، هذا الصعود ABC ده أنا شايفه صعود تصحيح، وده بداية الدورة السريعة بتاعتي من المستويات دي. يعني أنا شايف الصعود اللي حصل في النص ده صعود تصحيحي، إلى أن يثبت العكس. شايف دلوقتي ان انا بقول ان انا عملت بيج 1 بيج 2 1 2 3 وافضل مستمر في الصوت، ولكن برضو انا عايز تصحيح من المنطقه دي. انا عندي مناطق عرض قويه جدا، وهنروح لفريم صغير وهنشوف المنطقه دي بالظبط دلوقتي. طيب، انا لو قلت كمان لو انا عايز اخد اهداف على المدى الطويل، احنا قلنا ان احنا عايزين الاهداف بتاعتنا، هنحط اهدافنا ما بين 127 فيبو لحد مستويات 160 فيبو. هنلاقي نفسنا رايحين ما بين مستويات الجنيه 80 لحد مستويات 2 جنيه و10 قروش، وده الهدف بتاعنا على السهم على المدى الطويل كهدف استثماري على المدى الطويل. طيب، انا عندي منطقه عرض قويه جدا، وكل ما بطلع لها لو لاحظنا بتراجع، اللي هي المنطقه اللي عند مستويات الجنيه و40 قرش اللي كسرها والسكر فوق منها. معنى كده خلاص يعني احنا رايحين عند الهدف، ولكن ما كسرتهاش وحصل تصحيح. انا مش هخش لما يحصل كسر واضح بشمعه قويه او نموذج واضح، لان انا عندي منطقه عرض اللي اتوقع، والطبيعي اللي المفروض يحصل ان يعمل لي تصحيح شويه، يطلع على الاقل ممكن يديني قمه وبعد كده ينزل صحح لي شويه وبعد كده يكمل في الاتجاه الصاعد، لان انا عندي دعم قوي جدا برضو عند مستويات الجنيه و25 قرش. خلينا نروح بقى على فيلم 15 دقيقة، ومنتهى البساطة أنا عملت التصحيح على شكل ABC وصعدت، وبعمل دورة سعرية هنا، ودورة سعرية كمان مش واضحة. يعني أنا أعتقد إن في صعود هيحصل ومش صعود قوي، لأن أنا أصلا الموجة أصلا طلع على شكل وتد، يعني طلع على شكل وتد مش صعود اندفاعي ومش صعود قوي. معنى كده إن دي أعتقد إن هي واحد من ثلاثة الفرعية، وهتعمل تصحيح ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. وخلينا نتكلم بمنتهى البساطة ان انا عندي منطقة طلب هنا، لو الاسعار رجعت لها في اي وقت هشتري، هي منطقة ما بين الجنيه 25 الى مستويات الجنيه 16 قرش. لو انت مستثمر على المدى الطويل، كل تراجع في السهم ده هو فرصة للشراء، لان احنا رايحين عند مستويات ما بين الجنيه 80 لحد مستويات ال 2 جنيه و 10 قروش. الناس اللي خدت في اخر فيديو واشترت من المستويات دي، اعتقد انك ما تطلعش، يعني انت مشتري من مستويات الجنيه، فاعتقد الخروج من المستويات دي لا، ده كل تراجع تعزز بمنتهى البساطه، وده اللي انا شايفه على السهم على المدى الطويل. السهم ما زال له اهداف كبيره، واعتقد كل تراجع هو فرصه للشراء، والتراجع تحت مستويات الجنيه 25 قرش هو فرصه ممتازه لتعزيز الشراء. وبالتوفيق.